خبز القمح أو الحبوب الكاملة. بنجيب 2 كوب من الحبوب الكاملة، وبنجيب معلقة صغيرة خميرة وقليل من الملح وماء 2/3 كوب أو حسب الحاجة. نعجنهم جيد، نتركهم يرتاحوا ربع ساعة. بعد ربع ساعة بنمدهم وبنقصهم بأي أداة متوفرة عندنا، ممكن صحن، ممكن في قالب. موضوع كتير بسيط كتير سهل. بعدين نتركهم يرتاحوا ربع ساعة تانيين. بعدين نخبزهم على المقلة أو على الفرن أو على الغاز أو على الكهرباء، أي أداة مهم حرارة تكون عالية مثل هيك. كتير هو روعة. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.